معنا الآن من غلاف غزة مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشي. أحمد، يفترض أن هذه الصواريخ تمر من منطقة أنت قريب منها. صحيح صحيح وائل، رصدنا 4 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه مناطق مركز تل أبيب. صافرات الإنذار دوت في منطقة المركز في الضواحي الجنوبية لتل أبيب، أيضا خصوصا في منطقة رحوفوت، أيضا دوت صافرات الإنذار في مدينتي اللد والرملي باللتين تقعان بالقرب من يافا، بالقرب من مدينة تل أبيب. حتى الآن يقول الإسعاف الإسرائيلي أنه لم يتلقى بلاغات عن مصابين جراء هذه الرشقة، لكن نرى أن تل أبيب باتت تتعرض للقصف يوميا بعد توقف لنحو أسبوع. الجيش الإسرائيلي تباهى خلال فترة التوقف بأن احتلاله لمناطق واسعة شمالي قطاع غزة هي سبب تراجع إطلاق الصواريخ، لكن نرى عودة لإطلاق رشقات صاروخية باتجاه مدينة تل أبيب. يوميا تتعرض مدينة تل أبيب والضواحي الجنوبية والشرقية لتل أبيب لقصف من قبل فصائل المقاومة، كذلك استمرار القصف نحو مواقع في غلاف غزة ونحو عسقلان بطبيعة الحال، لكن الأبرز هي الهجمات التي يتعرض لها الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة. اليوم أقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بمعارك ضارية لا تزال تخوضها قوات الاحتلال في قطاع غزة مع مقاتلين فلسطينيين، رغم حديث قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر على أعلى المستويات خصوصا على لسان وزير الأمن يوآف جالانت عن فقدان كتائب القسام وحركة حماس السيطرة على شمالي قطاع غزة، ومع ذلك المعارك التي تدور في قطاع غزة لا تزال ضارية منسقة في أكثر من محور، وليس كما تحاول إسرائيل تصوير الأوضاع في مناطق شمالي قطاع غزة. اليوم أعلن أيضا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن توسيع الاجتياح البري في قطاع غزة ليشمل حي الزيتون وليشمل جباليا. جباليا هي واحدة من أكثر المناطق المكتظة في قطاع غزة وفي فلسطين على العموم، يسكنها مئات الألاف في بقعة ضيقة جدا، يسكنون في جباليا وفي مخيم جباليا، اللذين أصبحا تقريبا منطقة واحدة ممتدة في كلا الموقعين. الجيش الإسرائيلي يخشى من معارك ضارية في تلك المناطق منذ بداية الحرب وهو يتجنب الدخول إلى تلك المناطق، لكن يبدو أنه في نهاية المطاف حسم أبره باستمرار احتلال مدينة غزة بدل الانتقال لمنطقة خان يونس. لا يمكن الحديث عن حي الزيتون في قطاع غزة دون استذكار المجزرة الرهيبة التي وقعت في حرب عام 2008. في 4 يناير عام 2009 كانت عائلة السموني تجلس في منزلها، وفي ساعات الصباح الأولى عند الساعة 6:30 أغارت طائرات إسرائيلية بشكل متتالي على المنزل، ما تسبب باستشهاد العشرات، أكثر من 60 شهيدا في هذه المجزرة عام 2009 التي ارتبط اسمها بوحشية الاحتلال الإسرائيلي وبقائد الحرب تلك على قطاع غزة الذي كان يسمى يوآف جالانت، الذي هو اليوم وزير الأمن في إسرائيل. لكن أيضا ارتبطت هذه المجازر بحي الزيتون الذي شهد تلك المجزرة المروعة. كذلك مدرسة الفخورة شهدت في حرب عام 2008 مجزرة مهولة أدت إلى استشهاد العشرات. يبدو أن يوآف جالانت ما فعله عام 2008-2009 عندما كان قائدا للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي يكرره الآن أو يحاول